واسبقهم للجبل هذاك الناعي. لا يا 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 وقصي سيدنا إبراهيم الخليل هو يحسب روحه من نصاها يا الأخوان، ويقول الآب راه يقدر في دي الجيل. وصلنت يا أبويا يا فلان، وكذبنا اللي لقونا له كل قبيل. ودا جبل التوقة ورحبة الغفران، وكان قول مصيح ما فيها تختيل. ولو كان علمت لي وادعت الجيران. يا 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 وما وادعت أبو داع الراحل، وقال له يا اسماعيل هذه حقي، وبالصح يا ابني واهجتنا الذبحك. وانت عندي العزيز ورخصت لي. يا 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 وبطوع الله يا المازوزي هنتك. وبشر بالخير يا خيار الذرية. يا 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 وبيديك الدار حد ما يجي سوى كيفك، وحبك ربي تفوز يوم الضاحية. يا 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 وبيديك الدار حد ما يسوى مثلك، على الواتر قالوا عنايا والدال الذبح ما ابغاش يتكلم. قروا على الواتر قالوا عنايا والدال الذبح ما ابغاش يتكلم. اتقدم قالوا ذبحني يا ابويا لا تحزن لا تخاف راني سامح لك، بحبلك التان مليح كتف في ديا، رد الولها الدم سيبو في ثوبك، امنين تروح ما تخبر ما بيا، تلقاك ما فاها طريق تعرض لها. سالك وين دار ممو عينية، بالك الدامة سيبو في ثوبك، بشرها بالهنا كون انت رجيل بقصية سيدنا إبراهيم الخليل. لخاطرك يا الحاج الجيلالي بابو جيل وعبد القادر بن العزيز وناس العامرة وناس العطاف من عند الفرطاس حبيبكم. طاح اسماعيل في ديك العفه. يا 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 طاح اسماعيل في ذاك المضرب، وكي لطمو بالسيف بعد قطع فانا. يا 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 وفرنتو جبريل بجناح وصلب، وانتقل السيم لا تخدم ذي الحرفه. انا وملك ذلي تراه شبرك يتقلب، وانتقليه السيم بحدي فضرافه. يا 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 وزول مني قطعراني ما نعجبها. هاهو ناداه مالك من الله وافى أنهى، وطلق اسماعيل وقضى ما قرب.
ونادى مالك مين الله وافى يا 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 وطلق اسماعيل وقت ما قربها وتبرم صابك مش مزيان السحنقها وصرن بي خالق والله زين مشبكها ويرعى يا مؤمنين 40 خريفا الجنة طول عرفها يتقلب أطلق اسماعيل وقضى ما تبرم أتبرم صاب كبشة مزيان الصيفة أصرندي خالقه.